نفتخر ونعتز بالشباب ونثق بقدراتهم على الابتكار والعطاء ومواصلة مسيرتنا لمستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة. شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا توصلنا نحو آفاق عالمية جديدة. نفتخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب. أكيد يا حنان، والأفكار تبقى مجرد أفكار ما لم تجد رواداً يحولونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً. اليوم عندنا أخوان هم خليفة البدواوي وأحمد البدواوي، أطلقوا مشروع سياحي فريد من نوعه هو جو جرافيتي، في حتى في عام 2018 بنشاط واحد يضم في الوقت الحالي 7 نشاطات سياحية. شو رأيك محمد الروح ونشوف هالثروة الشبابية الرائعة؟ يلا. الله نعم علينا بوطن وفر لنا البيئة المناسبة، والله رزقنا بالنية بالفكرة بالقدرة على العمل. هاي بداية. بعد اطلاق الشيخ محمد الخطة التطويرية الشاملة لحتى، الحمد لله شفنا الفرصة واستثمرنا في الأنشطة السياحية، وبدينا مشروع جو جرافيتي في شتاء 2018-2019 بنشاط واحد. واليوم نبدأ الموسم السادس بـ7 أنشطة نوعية ولله الحمد. أخوي خليفة كان صاحب الفكرة الأولى وصاحب الفكرة الجديدة في كل موسم. بالإضافة للقطاع السياحي، دخلنا للقطاع الصناعي من بوابة الحاجة لتطوير منتجاتنا. اشتغلنا مع مصنع من خارج الدولة واستوردنا أول دفعة من الفور ويل سكوتر، بس اكتشفنا أن هذا المنتج مو على المستوى المطلوب من ناحية ميكانيكية، من ناحية إلكترونية لطبيعتنا. فوصلنا للمرحلة أن خلاص اليوم بنرجع بنصمم الروفر من أول وجديد، وبيكون حرفياً مشروع إماراتي ومنتج إماراتي. احتياجنا قادنا لصناعة منتجنا المحلي أسهل في الاستعمال وأقوى. ومن الأشياء الممتعة في الصناعة أنك تتخيل الشيء وعقب تقدر تشوفه قدامك على أرض الواقع مثل تخيلك بالضبط. الحمد لله اليوم وصلنا لآخر مراحل الاختبار، وكل اللي تم أن نحط الأسلاك في أماكنها ونوصل للتصميم النهائي. عندنا زباين محليين طلبوا منا المنتج، وزباين خارج الدولة يتريون طلبياتهم. رغم وجود السوق العالمي، إلا أن هذا الزبون من خارج الدولة يطلب منتجنا الإماراتي الصنع، فخر ولله الحمد. بفضل من رب العالمين ونعمة الإمارات ونعمة قيادتنا الرشيدة ودعمهم المستمر، أصبحت أفكارنا واقع نعيشها كل يوم ولله الحمد. مشاهدينا، ومن بعد ما شفنا معاكم هذا الفيديو الجميل، الحين يا دور يا حنان نروح فاصل ونرجع نكمل مع ضيوفنا المميزين. نعم، فاصل ونواصل معاكم. يا هلا يا مرحبا فيك أخ راكان معانا اليوم في برنامج ثروة وطن. في البداية راكان، خبرنا من هو راكان. مرحبا فيك أخت حنان، اسمي راكان إسماعيل قرقاوي، مواطن إماراتي، عشت في بيئة بين الوالد والأخوان والخوات في المزرعة، كنا كل ويكند تقريبا موجودين هنا بين الأهل والأخوان والأصدقاء، سوالف منها طبعا الشوي والضحك، ومنها طبعا الزراعة. فبدأت مرحلتي في الزراعة تقريبا من 3 سنين، أخذت قطعة في المزرعة من الوالد، قلت خلني أبدأ شو أقدر أزرع، شيء مش متوفر في الدولة، ومنها يعني ما يتأقلم في جونا. فبنيت لي جرين هاوس واحد وجربت فيه التين. التين فاكهة أنا حبيتها طول حياتي من كثر ما نصيف في لبنان ومصر، التين عندهم يطلع بدون جرين هاوس. أنا حابة أتكلم أكثر عن التين وزراعة التين. في البداية راكان، خلينا نتكلم عن هاي المزرعة اللي أنت كبرت فيها، تقريبا عمر هاي المزرعة 27 سنة. خبرني كيف أنت، أكيد خذت بعض المعلومات والأشياء عن الزراعة، خبرنا كيف كانت الطفولة. والله الطفولة طبيعية نفس أي مواطن إماراتي في الدولة، منها الزراعة، وأجدادنا طبعاً ترعرعوا في الدولة، وأول شيء زرعوا الأغلبية يعني
النخال. فالنخالة طبعاً تشوفين المزرعة بكبرها فيها تقريباً فوق 2000 نخالة. بدينا في البداية يعني في مرحلة الزراعة في المزرعة، وبدينا في هالمشروع شلينا جزء من النخل في المزرعة وبنينا فيهم الجرين هاوس، وزرعنا منهم التين كتجربة، والحمد لله نجحت. ومنها وايد طبعاً تجارب سوينا فيها من أشياء، وطبعاً في شير ماتوا وفي شير، فتعلمنا منها وعقب بدينا في المجال هذا. تقريباً هاي المزرعة من 96 صح؟ أول شيء أنتوا بديتوا تأخذون الثمار، هذه كانت للعائلة، كانت استخدام عائلي وأيضاً للأصدقاء. شو الثمار اللي كانت تطلع من هاي المزرعة؟ يعني طبعاً نفس الثمار اللي عنا الطبيعية على حسب جونا وعلى حسب الموسم. يعني عنا مثال نفس النخل، وعنا الليمون والهمبة، طبعاً عنا النبج والتوت. عقب دخلنا في توت الحلو اللي هو النوع التايلندي. عقب دخلنا في التين وغيره من الخضار والفاكهة. طبعا الحين من تقريبا سنة بدينا في البابايا، فكل شوي نبدأ مرحلة جديدة ونحاول نطور من أنفسنا، وطبعا ونعلم الناس كيف طريقة زراعة شيء معين على جونا طول السنة. يعني تقريبا يعني جونا حار، بس هي فترة 3-4 شهور اللي هي جو معتدل شوية واللي يساعد حق الزراعة الخارجية. خبرنا عن قرار إنشاء هاي المزرعة، مزرعة وادي العمردي، كيف يا القرار؟ طبعاً بدينا في هالمجال يوم شفنا الدولة في فترة كورونا استيراد المواد الغذائية كان فيه صعوبة شوية، على أساس إن إحنا كدولة ما كنا عن فترة الزراعة هاي متوفرة بشكل كبير يعني. فقلنا ليش ما نبدأ، ومنها يعني احنا بدينا في جرين هاوس واحد، ومنها كبرنا طبعا عدد العشرات من الجرين هاوس، وقلنا ليش ما نبدأ في مجال يعني التين، وعقب منها دخلنا في امور ثانيه نفس الخضار والخضار من يعني الخيار والطماط والخس وغيره من الخضار. طبعا اكيد لاي مشروع في خطوات معينه الواحد يمشي عليها، شو الخطوات اللي انتم مشيتوا عليها عشان تبنون او تستمرون في هاي المزرعه؟ يعني احنا بدينا الخطوات يعني البسيطه، يعني في البدايه طبعا بعنا على الاهل ودعم الاهل طبعا والربع والاخوان، يعني ما كل حد دعمنا في البداية. عقب شوي شوي يعرفون أصدقائهم، توسع المشروع. عقب قلنا ليش ما ناخذ رخصة ونعرف البلدية إن إحنا مزرعة منتجة، نحاول ندعم المجتمع، نحاول ندعم بطريقة معينة. منها عقب يونا مدارس قالوا نبغى نجيب طلابنا، ليش ما تسوون لنا نفس حصة برنامج ساعتين، حصة تكون حق الطلبة مثلا من صف أو من عمر معين، فيها جولة. منها عدلنا شوية من المزرعة ويبنى حيوانات معينة، وسوينا لهم برنامج، وكل طفل يأخذ وياه بذرة فيها مصنوع فيها مثلا زارعين فيها فاكهة معينة أو خضار معين يودي وياه البيت. فتفاجأنا حتى المدارس روحهم قالوا ناخذ هذا البوت وزرعوه في المدارس عندهم، يعني لو تصير مطرشين لنا صور ان مزروع عندهم وطلع ما شاء الله يعني. فالعيال استانسوا، وطبعا نحاول نطلعهم من بيئه الاجيال الحاليه، يعني اغلبيه الاطفال على التليفون والايباد وهذا، يطلعون يشمون هواء، يطلعون كانهم جايين مزرعه، غير تغيير عن الحديقه وعن الحدائق الحيوانيه. يعني هذا شيء ملم للأطفال وللعوائل، يمرون يعني يأخذون جولة بعيد عن المدينة. نعم، في البداية أنت تكلمت عن زراعة التين، مثل ما أنت تفضلت وقلت أن زراعة التين عندنا نحن، التين يحتاج بيئة معينة، فخبرنا كيف يا قرار أو كيف أنت تمكنت من زراعة التين وتم إنشاء هاي الشجرة وطلع منها الثمر؟ زراعة التين زراعة تحتاج صبر، تحتاج عناية يعني غير عن الشجر الأخرى. شجرة التين تحتاج رطوبة معينة، تحتاج جو معين، تحتاج تربة معينة، غير عن الشجرة الثانية اللي تتأقلم ويا جونا. شجرة حساسة، كل ما تعطيها من الأسمدة أو من الفيتامينات عشان تخليها تثمر على طبيعتها، كل ما تعطيك، ولها تقليمة معينة، يعني مش نفس أي شجرة. هل هي تكون في البيوت؟ في البيوت تعطيك تقريبا طول السنة، يعني لو نتكلم 9 شهور،
إذا خارجية بتعطيك في شهر شهر اثنين أو ثلاث، ومدة زمنيتها يعني شهرين لثلاث تثمر وخلاص. أنت في الصيف عندك طبعاً مدة من الصيف لين شهر 10-11، هالفترة ميتة يعني حق الشيرة. راكان، شو تميزتوا بزراعة التين حالياً؟ أكيد هناك ردة فعل في السوق والناس لما عرفوا أن أنتوا عندكم هذا التين، والتين زراعة محلية، كيف كانت ردة فعلهم؟ والله وايدين دعمونا، وايدين حبوا المنتج، وايدين يعني شافوا أن المنتج صدق يستحق يعني واحد يشتريه. لو نتكلم شوية عن الثمرة، التين ثمرة حساسة، الثمرة من الخارج أو من تنقطف هي تكون أصلها لينة، فمن كثر ما تكون لينة فهي ما تتم أكثر من يومين أو ثلاث. فالتين لي من الخارج يخطفونه قبل ما يستوي، نعم، فلين ما يوصل بعده يستوي يابس، فيتم كم من يوم أو كم من ممكن أسبوع، يتم 10 أيام. فنحن التين عندنا نقطفها يوميا ويوصل حق الزبون يعني فرش، نعم، من ينقطف يوصل له. راكان، بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات 2023 أن عام الاستدامة، كيف راكان يشارك في هذا التوجه في هاي المزرعة؟ ندعم طبعاً التوجه هذا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه، ونحن نحاول يعني نأدي اللي علينا أو حتى لو زيادة يعني اللي نقدر عليه وحد طالبين منه يعني. وأي شيء يعني لهالدولة اللي يمعت العالم كله لأكثر من 190 جنسية طبعاً، نحاول نرد لها أي شيء من هالجميل. دعوة حاب يقدمها راكان للجمهور والشباب أنهم يزورون المزرعة؟ طبعاً المزرعة مفتوحة يعني حق الزوار، حق المدارس أو حتى حق المراكز ذو احتياجات خاصة، ولا حتى دار الأيتام بدون رسوم طبعاً. نحن نحتضنهم، يطرشون لنا رسالة ونسوي لهم برنامج ويون بدون رسوم تماماً، وباقي الزوار والعوائل والمدارس رسوم رمزية طبعاً، دوام كل يوم. وأي حد حاب يتعلم عن الزراعة، حاب يراوي عياله طريقة الزراعة، طريقة الزراعة، يراويهم حيوانات مختلفة، يراويهم أي نوع من شيء، إنه يقول لك مثلاً ما يطلع عنه في الدولة، كل شيء يطلع عنه بس لها عناية خاصة للثمرة أو للشيا. راكان، يعطيك العافية، وجدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. الله يعافيك ومشكورين. التصوير عالم واسع يعيش من خلاله المصور لحظات تأخذنا إلى بعد آخر، تنقل لنا مشهد جميل بتفاصيلها الدقيقة، فيبدع من خلالها المصور لينقل لنا رسائل مهمة من خلال الصور. ثروة وطننا اليوم شاب عشق التصوير الفلكي، ودخلنا معاه وشفنا جمال الكواكب والنجوم وسحرها من خلال أعماله التصويرية. أخوي يوسف، سعيدين بتواجدك اليوم معنا في برنامج ثروة وطن. في البداية نبغي نعرف منك من وين بديت قصتك مع التصوير. مرحبا بك أخوي محمد. أنا نشأت وترعرعت في وسط عائلة من المصورين، الوالد يحب التصوير وأخواني كذلك يهون ويحبون التصوير، فوجدت الكاميرات متواجدة في البيت وحاولت أني أصور المناظر الطبيعية المحيطة في منطقتي اللي أنا ساكن فيها، وأيضاً أصور الظواهر المناخية اللي تحدث في منطقتي أثناء فصول الشتاء والصيف. جميل يا أخو يوسف، يعني الحين الكثير من المصورين موجودين خلنا نقول في الساحة وفي السوشيال ميديا تحديداً، وكل مصور يتميز بنوع معين من أنواع التصوير. اليوم لو نتكلم عن يوسف، بشو يتميز يوسف في أنواع التصوير؟ أخويا محمد، أنا اخترت مجال التصوير الفلكي وهو تخصص نادر في الإمارات، ولكن يرجع السبب للمنطقة اللي أنا ساكن فيها. المنطقة اللي ساكن أنا فيها بعيدة عن أضواء المدن ويمكنك مشاهدة النجوم بوضوح، فكانت هي السبب الرئيسي في دخولي لعالم الفلك، وأيضا هو مجال نادر في دولة الإمارات، وحبيت أن يكون متميز ومختلف عن بقية المصورين. نقدر نقول أنت من أوائل الشباب اللي داخلين في مجال تصوير الفلك. جميل أخو يوسف، الحين لو نتكلم، يوجد الكثير من الهواتف الذكية موجودة في الساحة، هل تعادل
دقة الكاميرات المحترفة، هل أنت مع أو ضد الهواتف الذكية؟ في الوقت الحالي الهواتف المتحركة لا زالت بعيدة عن مستوى الكاميرات الرقمية، ولكن في اعتقادي الشخصي خلال السنوات القادمة بنشهد تلفونات تقدر تصور صور فلكية. الوقت الحالي أنا عندي جهاز أستطيع أني أصور مسارات النجوم وحركة النجوم ودوران الأرض حول نفسها، وأيضا أقدر أستمتع بتفاصيل القمر فقط من لمسة هاتف. جميل، هاي خطوة مهمة في عالم التكنولوجيا، أن نشوف تليفونات تواكب التطور اللي حاصل في مجال الكاميرات. الحين أخوي يوسف، لو نتكلم عن الكاميرات اللي أنت تستخدمها والعدسات، أنت كيف تعلمت عليها أساساً؟ الكاميرات وأجهزة التصوير كانت متواجدة في البيت بفضل أخواني، مثل ما قلت لك تحبهم للتصوير، فأخذت الكاميرات هذه واقتنيت بعض من العدسات اللي تمكنني من رؤية سماء الليل الواسعة، تمكنني من تصوير مجرد درب التبانة، وأيضا استمتاع بتفاصيل القمر والسدم البعيدة. ولكني اشتريت جهاز يسمى بالمتتبع، متتبع النجوم. الجهاز هذا أوضع الكاميرا عليه وأقدر أني أخليه أتركه لتصوير النجوم لساعات طويلة حتى تطلع معانا صورة واضحة للسديم أو المجرة مثل ما تشوفون. جميل أخو يوسف، هل تطورك في مجال التصوير هل هو مجهود شخصي أم عن طريق دورات أنت دخلتها وحاولت تطور من نفسك ومن إمكانياتك؟ تطوري في مجال التصوير الفلكي والتصوير بشكل عام كان بسبب تواجدي وسط كوكبة مشجعة من التصوير. تعرفت على شباب شغوفين في التصوير والتصوير الفلكي، فساعدوني ووجهوني إلى حتى أني وصلت لهذا المستوى اللي أنت تشاهده. أنا حاليا مركز في تطوير مستواي في التصوير الطبيعي حتى أني أمارس التصوير الطبيعي هذا أثناء ساعات الليل، وأبرز مزيج من التصوير الطبيعي الليلي. جهد وإبداع ووقت كبير يأخذ منكم أثناء التقاط صورة معينة، خبرنا عن هذا الجانب. مجال التصوير الفلكي بيأخذ منك الجهد وبيأخذ منك أيضا المال. الجهد تحتاج ساعات طويلة حتى تنتج ساعة واحدة. أنت لما تشوف الصورة في الإنستغرام تفتحها ومجرد لايك وسويب وتفتحها تسحبها على فوق، ولكن الصورة هذه تستغرق منه ساعات طويلة وتستغرق منه جهد ومسافات طويلة عشان نلتقط مثل هذه الصورة. مثلا على سبيل المثال صورة مجرة درب التبانة اللي تشاهدها الآن أمامك، هذه الصورة استغرقت مني مسافة 400 كيلو تقريبا، بمسافة الطريق حوالي ساعتين ثلاث ساعات ما شاء الله، والتصوير استغرق مني تقريبا حوالي 4 ساعات في الليل بس عشان تلتقط صورة معينة من أنواع تصوير الفلك. عليك، هذا جهد وايد كبير. جهد كبير أنت تشوفه في لحظة واحدة في الإنستغرام فقط. فهذه هي إشكالية التصوير الفلكي، وهذا هو الجهد، وهذا هو سبب أنه ما تشوف كثير من المصورين، خلينا نقول العرب، في هذا المجال. لو تلاحظ يعني في مجال التصوير الفلكي أعدادنا نحن محدود المصورين. في موضوع التصوير بتلاحظ الناس تتوجه للتصوير الطبيعي، تصوير حياة الناس، تصوير المدن أو كما يسمى بالسيتي سكيب، ولكن التصوير النايت سكيب أو التصوير الليلي والفلكي هو مجال صعب ومتعب، لذلك ما تشاهد أعداد كبيرة من الناس ترغب فيه. التحديات كثيرة تواجهونا أثناء التقاط صورة معينة من أنواع صور الفلك، خبرنا أحد هذه التحديات. من أبرز التحديات اللي نواجهها في مجال التصوير الفلكي هو تقلب حالة الطقس السريعة والفجائية. تحتاج أنك تتعرف على حالات الطقس قبل لا تتجه للموقع المعين أن تأخذ الصورة الفلانية من الموقع المعين. صحيح كلامك، ولكن أحياناً نتفاجأ بواقع مختلف عن ما ترصده النماذج أو عن ما تشير إليه التوقعات. نتفاجأ بغبار، نتفاجأ بسحب، نتفاجأ ببعض التطرفات المناخية مثل السحب الرعدية، مثل الغبار، مثل الرياح، وأيضاً الحرارة الشديدة اللي تأثر على كاميراتنا وأجهزتنا وتصعب علينا التصوير. أخوي يوسف، أنت ذكرت أن أنت ما شاء الله عليك تواجهك تحديات كثيرة أثناء التقاط صورة معينة، ممكن أنت تأخذ درب ساعتين أو ثلاث ساعات وأربعمائة كيلو عشان توصل لموقع معين من المواقع عشان تأخذ صورة معينة للفلك، هل أنت تستمتع بهذا الشيء؟ بالفعل أكيد أستمتع، وأستمتع في هذا الجهد اللي أبذله. أنا بالنسبة لي كل ما أبذل جهد في الصورة كل ما كانت صورة غالية على قلبي وشفت جمالها بشكل أكثر. كل ما أنت بذلت جهد، كل ما أنت حاولت في إبراز وحاولت توصل رسالتك كمصور لعامة الناس، بالطبع الصورة بتكون أجمل وتسوى التعب هذا اللي أنت قضيته. أخو يوسف، أيضا أنت عضو في جمعية الإمارات للفلك، خبرنا عن مشاركتك وياهم وشو اللي تستفيده
خلال انضمامك لهذه الجمعية؟ انضممت إلى جمعية الإمارات للفلك قبل سنتين، والآن أشغل عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك. نحن جميعنا بدينا بداية جديدة في جمعية الإمارات للفلك بقيادة شابة، إن شاء الله نطمح أن خلال الفترة القادمة ننشئ العديد من المحاضرات الفلكية، ننشئ العديد من الفعاليات والأنشطة الخارجية، وأيضا نتمكن من المشاركة دوليا. جميل، نحن نتمنى لكم كل التوفيق أنت والشباب والأعضاء الموجودين في جمعية الإمارات للفلك، ونوجه لهم تحية. أخوي يوسف، الحين أبغاك تخبرني موقف أو مثلاً صورة صعبة أو مثلاً جهد كبير قمت فيه من خلال التقاطك لصورة معينة، على أساس أن نبين للسادة المشاهدين إيش كثر أنتم تتعبون. أخويا محمد، أنا عندي نوعين من الصعوبة. الصعوبة الأولى هي تتمثل في المسافة والوقت والجهد، مثل ما قلت لك عن الصحراء اللي نسير لها عشان نصور. جميل، والنوع الثاني؟ النوع الثاني نحتاج بعض الأحداث الفلكية مثل زخة شهب التوأميات وظاهرة القمر العملاق والقمر الأزرق. الصورة اللي تشاهدها الآن أمامك هذه الصورة سرت مع ربيعي عبد الله الحتاوي لمنطقة في المدام. المنطقة هاي فيها جبل، الفكرة كانت أني أنا أوقف فوق هذا الجبل ويكون القمر بكامل قرصه خلفي. أنا توجهت أنا وكاميرتي الثقيلة وصعد فوق هذا الجبل، وبتخطيط ميداني بحت بدون برامج وبدون أي شيء غيره، الحمد لله توفقنا للخروج بهذه الصورة. طبعا المخاطر كانت عالية، التسلق، الجهد، الحجارة كذلك كانت حادة، كنت ممكن أن يؤذي نفسي، ولكن الحمد لله توفقنا بهذه الصورة الرائعة. نحن جدا سعيدين بتواجدك معنا، وفي النهاية نقول لك شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، وأنا كذلك سعد. جزاكم الله خير. حلقتنا اليوم كانت منوعة بثروة شبابية رائعة يا محمد. أكيد يا حنان، ومن مشاريع الاقتصاد الشبابية وأيضا مواضيع الزراعة معاك أنت يا حنان. نعم يا محمد. إلى مواضيع التصوير الجميلة وعالم الفلك الجميل اللي عرفنا عليه يوسف القاسمي، هذا الشاب المميز بكل تأكيد. والحين وصلنا إلى ختام حلقتنا يا هذا حنان. اليوم أكيد موعدنا الأسبوع الجاي مع ثروات جديدة وجميلة ومبدعة في برنامج ثروة وطن. أكيد مشاهدين الكرام، ولا تنسون تتابعونا في حلقاتنا القادمة، والحين نقولكم في أمان الله.